حد في الفيسبوك في جرة الفيسبوك تضرب بستة شهور. هذا هو بعث لي مساج بالله هاك القاضي. أنا في الحبس وش جيب لك القاضي بتاعك؟ أنت الله عليك ما تحشموش. لازم نسرق قهوة شوية مصروف. لازمها بسيريف. والله بس النقار والو كفاره يا اخوي كفاره والله فراه وراس خو عايش بارك الله والله تعرف لك اللي وقفوه وراسي ممتي غاديك بالصور راسي هنا الجيريان العشب قلت خياني والعشبي نهار كل ما بعدنا في القهوه نهار كل نعطي فيه في الدخان نهار كل نصرف عليه نهار كل هاد الدينار نعطيه هاد الدينار نعطيه والله راسي غاديك نوح بالصور والله رجعت يا تصرف عليا فين باش تعطيك ماشي فيك عاد سايب عليك سايب طليت على اخوك ولا كذا ولا بعثت لي حوايج يا تربي يا عجمي تعرف قداش نمشي لك ثلاث مرات قالوا لي ما دامكش خوه ما تدخلنيش اش نعمل لك ترى ماني خليت لك ماده ما وصلت لكش ماده فين خليتها لي الماده تبعتها لك هذيك قلت لها مالها اعطوها البلود هذه يا الزينه انا قارت باش تزيد تشربكها مع العباد ولا شني يا خويا لا علينا لا علينا وخيال هنا اخو والله فرحتك على خلاص وحلك فرحتك والله فرحتك على خلاص وحلك واش بيني نافس خلاص وحلي الحبس للرجال يا نقار باش يكون في بالك كرهت هذه الكلمه هذه كرهتها الحبس للرجال لا باش يكون في بالك بكري هذاك كان الحبس للرجال وكانت الرجال صنادي وين هالرجال اللي تشوفها تو ولا جنو تو مش عاجبك لا شنعتني بيك شنع العجمي مش على شنعت ولا حاجه يا عجمي مش انه خير تيني تعرف تقول في مخي قلت تعرف كان جاي عندي فلوس ورسم ميمتي هذيك يا من عملت ثلاثه محامي تعملي محامين انا السنه في محامين انا وقت وقفت قدام القاضي عملت له خطبه بالعربيه الفصحى بديت نشلوحله بالفصحى نشلوحله بالفصحى قسما بالله نتلفت نلقى القاضي حاملق حال فمه داخل داخل والله داخل يقول قضايا في القاري في القاري هذا علاه حتى اوخر وقدم وشحتك بستة شهور ملك انت تجيش بالعربيه الفصحى قداش اعطيك ستة شهور ايش السما انا قالت ليه السما سلكتها كيف سلكتها قضية سياسية بامتياز يا نقار قضية شنو؟ قضية رأي عام قضية بتاعي قضية سياسية بامتياز قضية رأي عام ولا رأي عام بتاعك عجب عجبك؟ توتك أجيت راجل وعبد تشد على حافظين هالجالة ستة شهور شنو؟ بلاش تقرأ قد فضيح نقار ما تغلطش تبداش طايح في القدر شنو اللي شعات تخرجوا فيها السيد؟ شنو من عليها شديد؟ أنا حافظية وأنا معه عجب أنا قضيتي سياسية قال حافظية ولد خويا ديك ربي حفصي دخلها في السياسه يا خطيه تعمل في السياسه مراها جال حد عد روحها يا ولد شنو لكم كبش في حفصيه حفصيه شنو يا ديك ربي شكون خرج هالاشعار عجب والله مش على حفصيه تو شدوك انا على حفصيه من عيال انا شدوني على تدوينه في الفيسبوك هذاك هو هذاك تدوينه على حفصيه تدوينه على حفصيه هاي يا ولدي تدوينه يا ديك ربي امور اكبر من مخك حبوا يلبسوا هالي ما السيستم بتاع قبل تو يرد قضية أخلاقية ورواية كان الناس كل في بالها بالموضوع وفي بالها بقاش عملتها مع حفصية في بالها على حفصية في بالها يا ترى حفصية أنا على تدوينة على تدوينة إيه تدوينة على حفصية يا دي تدوينة على الفيسبوك بس على غالب يا رجل مخي اشتمت فيها يا قعدت نشتم ونسب بالليل خرجت من مخي يا عجمي يا عجمي أنا كيف كي حفصية كي تدوينة المهم فيها حكاية المرأة فيها مرأة الحكاية نقول له تدوينة ويقول لي فيها حفصية تدوينة على الفيسبوك عطيت رأيي قعدت نشتم خرجت من مخي قعدت نسب فات الليل سبيت الله غالب يا عجمي يا أخي أنت شكون سبيت؟ سبيت حفصية؟ قصدك كبش لي في حفصية ما شكون سبيت؟ يا ودي قعدت نسب فيها على بعضها سب في الدولة؟ الدولة هذه تكون تسب فيها تو سمى واحد ما سبش الدولة وحطوك ستة شهور على الدولة ما سبش الدولة تستحق تشد عليها ستة شهور ما تستحقش وانا ما سبش الدولة سبيت المرة ذي عكستها سبيت الشعب وقعدت تسب في الشعب تسب في الشعب عقاق هدست لي على الشعب قلت الناس كلها تسب في الحكومة سب يا عجم الشعب سبيت روحي بجملتهم حتى روحي سبيت روحك هاي. ايوة ما تطلعش الستة شهور شديتهم على روحك جاي تسقسي انت ولا شنو هو جاي تلطف جاي تسقسي ما فهمتكش تو انت شنو هو تو جاي نسال لكم مره فيها عيب هذه بارك الله فيك علاه جبت حاجه في يدك ولا جبت كذا
جايين لك اش نجيب لك؟ ها قلت نجيب لك، قلت مادام راح من الحبس غادي ومش نجيب ما خل نقعد وهات نجيب لك. هاربين هنا بيناتنا هنا جيبان اي ما هذه تكسر لي وزيد حاجه اخرى الملفات كي تحت من البغله جبت لي انت ما تجي تدلوح في راسك. جيت الدار هنا عندي تعرفني عندي هي وين انت فيه بالركبه هي انت تقدم انت تربي في البقر وتربي في الواح ليه تعرف مسخفني على جيتك؟ قلت هذا تمرمد في الحبس راه انت مش راك مرمدو. نعم ما انا مرمدوني انا تربطت مع عيان البلاد يا لقاء عيان البلاد عيان البلاد تربطت معه اوي اوي ولا مع عيان البلاد اي نعم يا سيدي حاسدني حتى تربطت مع عيان البلاد حاسدني اللي كلمت هذا الحديث البهلول اللي ليك يعجبك ليش انت مش حطوك مع عيان البلاد يا سيدي انا من اعيان البلاد تربطت معهم غادي بيه انا حفصيه حطوك مع عيان البلاد في قرار هذا ما سعوده حفصيه انا قضيتي سياسيه والناس كلها في الحبس يا ودي انت حكايتك على حفصيه الكبارات كلها تربطوا معي انا حطوني معاك كبارات انا غادي كنربطوا الحلول العلاقات اللي عملتها غادي في الحبس صدقني عمري كامل ما عملتهاش خمد ضباني انت واش على في الحبس تربطت مع الناس الصحاح تحل وتربط غاديك في الحبس في الحبس اي في الحبس مش كل حلو يرب اي في بالك يا سيدي بلاد كلها تو قاعده تصير غادي من حبسها تتحل المشاكل وتتفكت امورك وتقضي قضيتك كلها من فصل الحبس فصل الحبس اي مع العيال الصحاح غاديك عجب والله ما يا سيدي مسلم عليك شو اسمه هذاك ولد الفهري تربطت معاه اش يحب والله قال لك انا حطيتك في الفكره نتاعي صاله تسترزق كمان تو هذاك تربطت معك انت ولا انت تربطت معاه يا ودي هو تربطت معايا وتربطت وتشمبرتي قعدنا نحكوا عليك كذا ايوه كيما عيان البيت غديكا عيان البيت عيان غديكا عيان البلاد ما انا شنو عيان البلاد يا سيدي في بالك باك الدكاتره المقرفين وكذا واخذين الدكتوراه وما ما خدمهمش والله تربطت معايا دكتور مسكين جايبينه مضروب على راسه عمل مشكله دكتور في الفيزياء جايبينه غاديك تربطت معايا صدق في بالك بالمشكله بتاعها ماك الدكاتره ولا قاعدين بطاله لا سامحني عاد هذا كثرول شو كثرول تي ولا خلينا ساكتين تي كثرول انا نمشو فاش كثرول شنو كثرول اعتصامات اعتصامات تحب نخدم يا اخي قالت لك الدوله براقه 10 ولا 15 عام بعد الباكا شنو وين خا تاخذ ترمي روحك على الدوله ياتر الزع اي شو تحبوا ما يقروش يا اخي سامحني يا رسول الله يا اخي شكون قال قالت لك الدوله براقه اقرا ياسر اي ما تحبهمش يقرا ياسر شوف برا قري ياسر ما يخدمش هادي مش على خدمه دكتور راهو يا ودي دكتور اخي مطلوب فيه لي دكتور قالوا له برا اقرا دي مو نحكوا عاد الواقع يا رسول الله علاش خدتوا غير الشمس بالغربيه يا اخي انت قريت يا رسول الله وعامل 10 سنين بعد الباك ماشي الواحد مسؤول قاري سادس ابتدائي وتحب يخدمك دي مو سامع هذا مو منطق يا يعني المشكل فيه انت منهم هم ولا من المسؤول اللي حاطينه من السادس ابتدائي يا ودي هذاك هو ما ولا الخدمه من الاول بدات هكاك لكن النقاب يدخل ولده ولا المسؤول يدخل ولده والاخر يدخل خوه والناس الكل تخدم في بعضها هي هو قري وش نعملوا له توه يا رسول الله نحبته غادي والله يا سيدي تصديقا لكلامك هلا سيدي زاد سلكها جيت تربط غاديك في الحبس وسلك هاك هالنهارين سمعت بيه بعد ما خرجت تخلي خدمته سلك هلا وعد يا سيدي تربطت معنا وعد يبيع في الشراب جروسيست تاع شراب وحراب وشو هاد كل ما هي نتاع شراب تدخل نتاع الواحد الدكتوراه علاقات اللي عنده صدقني من فصل الحبس من فصل الحبس طلب لها كاتب الدوله ما هو يمول في الاحزاب هو يمول فيهم ضايع جروسيست كبير ساعات يعمل شر على العين شر شهرين حبس على العين هاو يمول في الاحزاب فوق الحملات وكذا يعرف مصدقني بالتليفون من الحبس دخله يخدم انا النهارين تخلي يخدم هاي هاودي العيال الصحاح اللي عرفتهم تم برشا صحاح نزالوا الشاده غادي شو نقول لك يوتي علاقات قلت لك صدقني عمري ما عملت هالعلاقات في الست شهور هذيا والله لا صارت والله العظيم كان في بالي هكا راني كلمت قلت اكلم على الولد قعد نهار كل شاد بوجهي قعد مطيش لا غالب انا خاف ذكرت تو كلمتني انا في الحبس انا قال نعرف عليك يا اخي في بالي هكا مع العيال البلاد والله كان كلمتني صدقني وانا في الحبس الساعه غادي كان اعرف مش مع كل اي ما تنجمش ترجع انت هكا قول لي شنو ايه شاير هذا يا رقاص ورسي منتي نعمل لك موحل يا ودي ينسي شنو نرجع شاير واش راجع يعني خذتني علوش ب300,000 جد شاير ها تنبيع العلوش ما غير ما نعيده ودخل لي الطفل مغادي قاعد مطيش رجل لا تو هذه هدنيتك باش نرجع شد الحبس باش نخدم لك الولد ينسي انا قار على غير حديث تو يا عجب فهمني يعلم بيها ربي وراس خو يلوزك على مصلحتك وراس خو زين قال اخي ما نعرفني واحد خارج من الحبس وانت طويك ما دام سمعت انت ما دام تو كنت في الحبس لحبك مزرس على الحبس
تنجم ترجع السخانة مش تقتلني ترجع لها وتاخذ قارتك ومطلوبك تخرج من هنا في سبتمبر من بعد العيد بفلوسك تلقى ما انت تستنى في غاديك ومركم رجلة هذه كان كلمت من الأول هنا في الحبس نسلك ما بعد شيء ما صار شيء ما صار شيء عايش نرجع أنا قارك طاني يا عيش مش بك هكا يا عيش من رأسك اللي رأسك صحيح كيفاش مش نرجع ديما في مصلحتك تدور يا زين أنا قارك شنو كيفاش مش نرجع يا عيش بتعود تقول في الحبس وعندك برشا ما شربتش يا هذا أنا تو تفتوفة اعمل عشيك عباد وتهدى بحدا حفصية غادي اقعد شوي عيطش حفصية كلمش لي الحاكم مغادي ياك هو جيك صبات 42 نين اضمن لك ريت تو مش تلبسالي مرة أخرى مع حفصية والله ما صح راسك شين تلبسالي مع حفصية شين وكما تعيطش حفصية يا ودي نعيط لي كل مهني الشهر اللي نجيبهولك نجيبهولك وراس ميمتي وراس ميمتي الشهر اللي نجيبهولك نجيبهولك ايه اوكي لبسوا هذه المرة ذي والله يفوتني الشهر شنو تفوت؟ اه اوكي لبسوا هذه هذا تندخلوا غاديك انا القاضي نعرفوا وش معنى دخلوك مغاديك بتاع الشهر من زمان انت لا تكسر لا تعمل حد شيء هذا حديث هذا ايه ما يقول لك خيي انا خيي يا خيي تستحق لي منا شو تعطيني انا شي هبلي عندي 6 شهور وش مش تعطيني؟ هذا مش تخرج اول حاجة مش تلقى مصروفك متى يقول شيء والولاد مش شد يخدون النخل في امورك هي ايش باش تعطيني تو تو هاش بدك 20000 20000 مش باش تجيبوا 20000 اش باش تجيبوا هادي خذ حتى واحد كعبتين انت كمخوال علاش يعني نعمل الشراب باش يشموا الريحه مش مشكله تبلع انت كنت تبلع تخليها تجيب 6 سنين انت كنت تشرب تجيب 6 سنين على الاقل على الاقل راني عطشان عندي 6 شهور مش 20000 يا عجمي اش بيك هكا يا عجمي تخيل كما تحقوش بعضنا ما تشوف الدنيا يا نقار يزي صلى على النبي تحبس لي الرجال شد هك تو هك ظهرك بالفلوس شد يا عيش شد هك شد هك اسمع وكلم الراجل تو نجيب لك اوراق انا غاديك ويكون مهند زعما خويا نعدي شيء يا ودي قلت لك شيء وني نعمل خويا محال اسمعني اسمع بشوي بشوي يا عيش شد هك شد شد هك اسمعني خليهم هذاك ماشي هم 3 و5 تا شنو هذا؟ ولا تعرف خلي جهاد جهاد. تا شنو هذا؟ تنجيب لك واحدة قوارص. فيها سخانة باش على الأقل على البلاصة تطلع الدوز. بالله. والله كل مهن نعمل عليك يا علي. برا هي برا خيي غلق تغلق. خيي ربي يستر. برا جي نهار تتحق في حاجة كلمني ما تحشمش يا علي. جيب ربيع الدجاج فيك. باهي مريك يا علي. برا هي غلق تغلق. طمني على الطفل. جيب السي في وربيع الدجاج فيك. مريك يا علي عايش برا والله يكسلك عايش يا خويا. ها مش نهبط تدوينة تو على الفيسبوك. باهي هاي. برا عايش يا خويا الله يفضلك يا أخوي كويسة